بعد عثمان الجنيبي. هذه قصيدة بسيطة شارك فيها. سلام يا مرحب. في مبادرة أخونا مصلط اللي كانت عن الخط الدفاع الأول اللي هم القطاع الصحي اللي كانوا يعني هم جنود الحرب في أزمة كورونا. أقول تحية مني عبر بث الأثير أسوقها للي على الشدة صبر، وقفت وفا منا ترى ما هي كثير، ولا توفي حقهم طول العمر، الخط الأول دائما فيه المصير، من بعد ربي يلوب لينا بالقدر. قطاعنا الصحي ولو جاء وشنو قطاعنا الصحي ولو جاز تعبير، معنى البشر تصبر على بلوى، بشر مقدرين وشاكر وشكرنا حجمه كبير، كم تعبتوا وكم منكم لي سهر. يا سلام، صح لسانك صح لسانك، وخلاص بيض الله وجهك وقفلنا. بيض الله وجهك يا عثمان، ويعطيك الف عافيه على هذا.